نستهل النشر لهذه الليلة بكلمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، حيث تطرق سموه إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعالم على وقع جائحة كورونا، وهو ما يتطلب المزيد من التفاهم والصبر في التعامل مع تداعيات الجائحة. نعم، وقال سموه في كلمته إن الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان أن يزعزع أمنها واستقرارها، مؤكدا أن التعاون بين السلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح. إن الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان أن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات المقرضة هدفها المس بوحدتنا الوطنية التي هي المصدر والسبيل الذي اتخذ الأجداد والآباء وسطروا به أروع التضحيات للحفاظ على هذا الكيان الغالي. وسنظل بإذن الله تعالى صفا واحدا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته. وفي هذا المقام أؤكد أن التعاون بين السلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح وأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقا للتطلعات التنموية التي ينشدها أبناء شعبنا الأوفياء متمسكين بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه، مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البلاد، ملتزمين بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام لتفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية. فجميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي والتحري الدق لمعرفة الحقيقة كاملة، داعين العلي القدير أن يحفظ بلدنا الغالي واحد الأمن والأمان. أخواني وأبنائي وبناتي، إن أهم أولوياتنا في هذه المرحلة رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا وتسخير طاقاتهم المفعمة بالحيوية والإخلاص وفتح آفاق مستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة وقرز القيم الكويتية الأصيلة المتجذرة في ثقافتنا وتراثنا ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء، فهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.